أيضا يكون لنا أخوات متزوجات وأخذنا نصيبهن من الجزء الذراعي من التركة، والباقي لم يقسم ولا يصلح، ولا يستطعن دفع مبالغ معينة باستصلاح الأراضي. من الناس من يقول ليس لهن إرث في هذه الأرض، هل لهن شيء أو لا؟ لا شك أن لهن حقهن من الميراث ولو كان قليل القيمة، هن حقهن من الميراث ولو قلت قيمته.